ونبدأ احتفالنا اليوم بمراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر. يمضي الزمان ونمضي معه، ولكن تبقى في الأذهان والأفئدة أيام مجيدة، أيام نصر أكتوبر 73 التي يمر عليها 50 عاما هذا العام. ما أعظم الأيام التي استعادت فيها مصر عزتها وكبرياءها بانتصارها، ويظهر في سماء العرض وبالمواجهة تشكيل من طائرات جروب يشكلون رقم 50 تزامنا مع احتفالنا اليوم. بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، صدق السيد رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري. والآن يتفضل السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.